السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى أحبابي. اليوم كيف كتشوفوا غادي نتكلموا على جلبانة الخضراء، وغادا نديروا منها أحسن طبق، الطبق الشعبي المعروف في المغرب كامل، الجلبانة بالبيض. أولا كان نهضروا شوية على الجلبانة اللي هي من الخضرة الشعبية اللي كتستهلك بكثرة في أنحاء العالم كامل. كيف كتشوفوها معروفة معروفة وغنية على التعبير. هي كتحتوي على الفيتامينات الأساسية والمضادة للأكسدة مثل فيتامين كا وسي، وغنية بالمنغنيز والألياف، وهي غنية أيضا بالحديد. والناس اللي عندهم فقر الدم يعني هما يعني مفيدة لهم بزاف بزاف، وكتعزز الجهاز الهضمي، وفيها أيضا فيتامين سي. وأيضا هي كتساعد يعني من هي حيت مضادة للأكسدة، يعني يمكن لها أنها تثبط بكتيريا البايلوري اللي كتسبب قرحة المعدة والاثني عشر وسرطان المعدة. إذا على بركة الله أنا غسلتها في الأول، ودابا نبداو الطبق ديالنا. انا كنحتفظ بها اللي جبتها في هاد الورق كيبقاو عندي. كيبقاو عندي لمدة 6 شهور، 6 شهور كتبقى جبانة كتبقى طرية وكتبقى في اللون ديالها. هاد الوطات كيحتافظو ليها حسن، وكنقدر هادي مجمدة دابا شفتو باش اخترت هاد الوطات بحال هكا، باش كن الكمية اللي غادا نستعملها هي اللي كنخرجها. هنا اللي كنجمد هاد الشكل راه كتبقى عندنا حتى 6 شهور، 6 شهور كتبقى طرية وفي اللون ديالها. إذا اليوم إن شاء الله غادا نوجد معكم جلبانة بالبيض. كنحتاج الجلبانة مقدار لي لي محتاجة لي، عندي بصلة، عندي 2 حبات ديال الطماطم مطيشه، عندي القزبر والبيض والعطريه، عندي سكينجبير، البابريكا، التحميره، الثومه محكوكه، الخرقوم والبزار والملح طبعا، وشويه ديال الزيت. اذا اول حاجه اش غندير غدا نسلق، غادي نسلقها ندير هاد السلق في الماء والملح. ودابا غادي نخليها تسلق، وانا غادي نوجد هادشي الاخر وغادي نوجدو في الطاجين. طاجين فاش غادي نوجد هاد الأكلة، هي أكلة زوينة بزاف وسريعة ومفيدة. إذا على بركة الله البصلة إلا بغيتو تفكوها فكوها، كنفضلها مقطعة صغيرة.
نحركوها حتى كتطيب شويه. عاد نزيد عليها مطيشه اللي قطعتها صغيره وخزبه سوا قطعته. اذا هذه مازال غنتسنى واحد شويه. ودابا غادا نزيد التومة قبل العطرية. دابا غادا نزيد العطرية. الجلبانة ديالي هي تقريبا طابت وبقى فيها واحد شويه ديال الماء. هاد الماء انا ما غاديش نضيعو على حقاش، خاصني نزيدو في الطاجين باش بما انسجمت ليا مع هاد الليقامة اللي كاينه هنا تكون نشفات بالمره. معطيش الا بغيتوها ما تجيكمش بالحل هكذا، يمكن لكم انكم طحنوها، انا كنفضلها تكون هكا. كاين اللي ما كيبغيهاش تكون باينه، من الاحسن انه يطحنها. شفتوا الماء اللي قلنا ها هو ما بقاش، بغيت يحيد. ودابا غادا ندير البيض. ها هي الأكلة ديالنا وجدات، كتجي أكثر من رائعة. ظن هذا هو الموسم ديال الجبانة، نتمنى أنكم ديروها، هي ساهلة وكاع الناس كلشي أكثر هي كيديروها في هاد المناسبات. دم الصحة وراحة. وصلت النهاية ديال هاد الفيديو.
دمتم في رعاية الله وإلى فيديو آخر إن شاء الله.